يا عم منصور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا خالي. اقعد يا ابني. اقعد فين يا عم منصور؟ اقعد يا شباب اخذك. اقعد. ما فيهاش لا قعد ولا اقوام وكده مات الكلام. انا طالب منك 50 قعدة قابلين يوم المحروس خميس ابنك يجيبهم لي كلهم من غير شطافات. يا ابني ما انت اللي قلت له بلاش البضاعه المصري وخلينا في الالماني، والالمان لما اخذهم ما بيشطفوش. يعني الالمان ما يتشطفوش واتشطف انا في 25 باكو؟ لا اله الا الله. طب اهدى اهدى بس، انا هعوضها لك في المباول. ايه رايك بقى؟ عندي شويه مباول اكسره يستاهلوا خالد بوجي. ما انت اللي غلطان برضك يا خالد. حد يتفق مع المخ ده اللي اسمه خميس؟ حد يعتمد عليه؟ ده انا اللي اسم ابوه ما بقولوش هات لي سندوتش فول. مش قصتي، ماليش فيه. طب اهدى اهدى بس، هو زمانه جاي من الجامعه دلوقتي، واول ما يجي انا هملص لك ودانه. انت هتقعدوا بقى تشقطوني لبعض على ما يجي من الجامعه ويتخرج. انا عايز فلوسي دلوقتي، يا اما لما انا مع اللي هعمله معاك يا عم منصور. خشوا يا رجاله. ثابت عندك يا خالد يا موجي. واللي خايف يحط احمر شفايف، وانا قلت قبل كده اللي هيجيب سيرتي انا هقلبها بدارتي. بص يا عياط بص، جايلك جايلك يا خالد ابوجي، جايلك يا خلفه الرخيصه يا ابن السهله. بعد اذن الشبح ابلع ريقك كده يا خالد ابوجي، وقول لي جاي هنا عايز ايه؟ جاي اخد الفلوس اللي انتوا نصبتوا عليا فيها يا خميس. مين دول اللي نصبوا عليك يا خالد ابوجي؟ انت وابوك يا خميس. انا وابويا نصبنا على مين يا خالد ابوجي؟ انتوا الاتنين نصبتوا عليا انا. مين دول اللي نصبوا عليك يا خالد ابوجي؟ ولا ابعتها لك في البي بي ام عشان تفهمني؟ السؤال ده لو خرج منك تاني هديك بالجزمه. حلو. غلط وانا كنت مستنيه يغلط. هات لي حقي بقى يا خميس، استحمل بقى. اقعد انت بقى وشد حجرك واتفرج انا هعمل ايه. واشهد يا حرق على اللي هيحصل في خالد بوجي عشان هو غلط. والغلط لحظة بس الندم سنين يا حلو. واسمع بقى الجديد يلا، لا في فلوس ولا في كمبيالات، والذكر اللي هيحط ايده على كبانيه يستحمل لسعة الشطافة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. خلاص بقى يابا، ما تزعلش نفسك. لا معاش ولا كان اللي مديله عليك وأنا عايش. وإن كان على الكمبيالات اللي خالد بوجي كتبها لك وأنت متكتف، أنا أعرف أجيبها منه إزاي كويس. خلاص بقى يا حاج، انت مخلف راجل، راجل يا حاج يعرف يجيب لك حقك من التغيير. اضحك بقى اضحك، النبي لا تضحك يا راجل يا طيب. طب وحياة خميس عندك لا تضحك. اقول لك وحياة خميس اهو. سيبني وتجري يا ابن الكلب. يا بابا انا كنت اجيب الرجاله من على القهوه يا بابا. ساعه تجيب الرجاله من على القهوه اللي في وش المحل. انا وانا رايح قابلت الواد قال لي خطفني في حوار كده. خطفك عفريت يا اخي، خطفك عفريت وريحني منك. خلاص بقى بابا ما تمثلش، هو اول مره تتضرب يعني؟ وهو مين السبب؟ ما انت اللي جايب لي الجرثه والفضيحه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اتكل على الله يا عم. ولا خميس انت ايه اللي انت لابسه ده؟ انت مش المفروض انت جاي من الجامعه؟ ما انا فعلا كنت في الجامعه، بس زي ما تقول كده كان عندي محاضره العاب. شفت وانا اللي ظلمك، كنت فاكر انك انت بتلعب كره في الشارع. يابا اتقل يابا، ان بعض الظن اسم. والله في دي معك حق فيها، ان بعض الظن اسم. استغفر الله العظيم. يا خميس يا ابني، انا اذا كنت بقس عليك انا بقس عليك عشان حاجتين. نمره واحد عشان مصلحتك، ونمره اتنين يابا عشان كدبوا ابني كلب. في حق فيه لعب كوره في الجامعه، فيه محاضرات العاب في الجامعه، ودي مين اللي مديها لكم ان شاء الله؟ الدكتور مدحت شلبي ولا الدكتور مصطفى عبده؟ يا ابني انا 100 مره قلت لك خلي بالك من مذاكرتك وسيبك من لعب الكوره دي. يابا انت اللي مش فاهمني يابا، الكوره دي هي اللي هتشهرنا وهتنجنجنا فلوس. ده كل الناس بتقول عني ان انا عندي مهاره ابو تريكه على انطلاقه جده على خفه دم محمد بركات. هاني هنلعب فرقه جامده ولا ايه؟ بقول لك يا خميس، تعرف انا جايبك ليه النهارده؟ عشان بخلص قدام الجول. لا عشان انت صاحب الكوره، نحترم نفسنا ونباصي لبعض كده ومش عايزين نتعصب على بعض.
انا بلعب الماتش ده على كل فلوسي، اقسم بالله لو خسرنا الماتش ده نروح نضرب ابوك في المحل. امين يا عم. يلا امين. يلا خرم العب خرم. يلا تايجر. يلا تايجر. حط كويس. ماشي كتير اهو. ماشي ماشي. حلو حلو حلو. يلا يلا يا يلا يا عم. العب عدل يا عم انت كمان. ابو اللي يلعب معاكوا بقى. العب اهو قدامك. يلا وحطهم وحطهم وحطهم. يلا بحرم عليك يا عم. العب سهل بقى، حرام عليك وربنا بلعب معاك تاني. بس يا عم العب سهل يا عم. يلا يلا عني قوم عني قوم. ولا عني. ايه تعال يلا روح هات الكوره كمان. انت اللي ضيعتها وانت اللي تروح تجيبها. انا صاحب الكوره ومعروفه. صاحب الكوره لا بيجيب كور ولا بيقف جول ولا بيعرف يلعب. الله ينعل ابو اللي يلعب معاك يا خميس. يلعب ابو مين يا عني؟ اللي يلعب معاك كوره يا خميس. اللي يلعب معايا يا عني. الله ينعل ابو اسئلتك يا خميس. يلعب ابو اسئله مين يا عني؟ يا اخي قول بقى يا اخي. يلا رجاله يلا منه لله منه لله. راحت فلوس. يلا في داهيه. يلا يا جدعان يلا. شبه البني ادمين السلفيين بالظبط. امسك يا عبد اللعيبه. بتعمل ايه هنا يا صاحبي؟ زي ما انت. بس هو ايه علاقة وائل الابراشي بالأورج؟
احلف. خريج 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 خريج. جنود اكتوبر قفل المدخل وسيبوا لي الوقت ده. امسكوا عرابي، انا عايزه حي. امسك حرامي. اللي هيقرب لي هياخدها في دماغه. اثبت يالا، بترفع على مين السنجه يا انتوا؟ مين يا عم؟ يا عبد القير ده. بيجروا وراك. بيجروا ورايا. عايز تخرج من هنا؟ ابوس ايدك. هات سيجارة. نعم؟ هات سيجارة. اصل انا لا مؤاخذة ما بدخنش. طب هات 10 جنيه. والله العظيم يا عم ما معايا ولا مليم. كده يا عرابي. بس ابوس ايدك، ابوس ايدك، خرجني من هنا وانا هعملك اللي انت عايزه. طيب هات لي السدهية حلاوة روح مش متقطعة. امين يا عم. استخبى هنا جنب رجلي اليمين. يعني وهو هنا اللي مش هيشوفوني؟ بس ادعب عليك. امين يا عم، انت جدع يا ابو الهول، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ابو الهول، ما لمحتش الغريب؟ وغلاوة طربوشك يا عربي ما شفت حد. الفيس يا مسي على ابو الهول. مساء الفل. فل يا الفيس، جنب رجلي اليمين. تعالى هنا يا مجرم. ده انت طلعت وسخ وساخه. اخرسي بلد حيوانه خرسيس ادبسيس لصوص عصابات، اعمل علينا حركات حوارات افشخانات. هو عمل ايه؟ سرق شيء؟ يا ريته سرق يا باشا، يا ريته سرق. انما اسم الله على مام حضرتك كان عايز يتحرش بغندي. لسه عصابات وكمان شذات. وانت غندي قلت لك ياما لم كتفك. شباب تعبان، لازم نكسر رجلات، نقطع رقبات. احمد عرابي. اوامرك يا افندينا. بلغت ملك توت؟ ابدا الاشاره. جات لنا اشاره من الحكم داريه ان الموكب وصل تمثال ابو الهول يا ولي النعم. ملك توت عنخ امون. مفخم توت عنخ امون. اعتذارات. ملك مفخم توت عنخ امون. مولانا توت. دي احلى ولا اول واحده خالص؟ مش وقته عظمتك، عندنا مصيبات. نزلني. صباح الفل يا جماعه. في ايه يا محمد؟ مسخنا لسه مولانا توت وفي انتظار تاخذ قرارات. هو ده؟ مساء الخير. مش ملاحظ حاجه يا عم محمد. اعذرني توت ابني، انا مش في قوه ملاحظه فخامتكم. كلكم مش ملاحظين حاجه؟ مش ملاحظين الصندل الجديد بتاعي؟ حلو؟ مش حاسينه بيه سنه؟ حلو توت ابني، مبروك على الارضيات. ميرسي يا عم محمد. المهم دلوقتي لص عصابات. ايه ده يا عم محمد؟ في حد مقزقز لب وتافه في القشره على الارض؟ الارض ما بتترضفش ليه؟
قبائل الاشانتي تعالوا هنا. كم مره قلت على موضوع اللب ده يا اساتذه؟ اخرس. انا من الاول قلت نجيب تماثيل فلبينيين بينضفوا احسن بكتير. نجيب. حاضر. المهم دلوقتي قرارات. حاضر يا محمد. حاضر حاضر. شايف ايه؟ اعدموه اعدموه وعلقوه على باب المتحف. تمام نعدمه عشان يبقى عبره لاي لص يدخل متحف. لا عشان شفتها في فيلم امبارح وعجبتني جدا. ارموه في الزنزانه جنب علاء الدين. يلا هديك وقعت زي الكلب. خش يا مجرم. يا جدعان حرام عليك انا ما عملتش حاجه. خرجوني يا عمي يا تايجر يا خون. خرجوني من هنا. ودي ده انت تعالى هنا. انت الحرامي اللي قفشوه بيتحرش بغندي؟ والله يا عم ما اتحرشت بحد. انا الكره بتاعتي وقعت جوه دخلت اجيبها. انا عارف ايه انت هتاخد وتدي معايا في الكلام؟ هتصاحبني؟ اكتم لما نشوف ام المصباح ده هيتصلح ولا نرميه ولا ايه. طب معلش سؤال واحد بس يا كابتن قبل ما اكتم. هو الناس اللي بره دي بجد ولا ده برنامج رامز جلال الجديد وانا اللي اشتغاله؟ مين يعني الناس اللي بره دي؟ بني ادمين زيي وزيك ولا عفاريت ولا ميتين بيصحوا؟ انت عبيط يالا. هو في الدنيا ميتين بيصحوا؟ طمنتنا يا كابتن. دول تماثيل بيصحوا. فشختنا يا كابتن. خلص بقى يا اسطى انا تعب. الصوت ده جاي منين؟ اكتم يا انت قطران البركه اللي اسمك سيد. اه يا اسطى دلوقتي انا هويت مسمار القعده. ظبط عندك كده جوه ولا ايه؟ لا ما ظبطش قرط عليه. هو ده النوكيا المصباح الجديد؟ اكتم يا دلوقتي انا جايب اخر المسمار وجايب اخري من اهلك. ظبط عندك جوه ولا ادخل لك؟ بس عسل قوي كده يا اسطى. سم ودور. طب اقف بعيد عشان هدعك. ماشي يا اسطى بس ادعك بالراحه. المصباح اتصبك كيك. ايه ده؟ انت عندك ضيوف يا اسطى؟ سلام عليكم. سيد الجن عفريت المصباح. الله يا ابو محمد حلو قوي المشنقه. قعدمه انا والنبي 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 يا ولد. حاضر. لكن يا باشا ما لكتش. ما عليك. ما عليكش. تفتكر؟ ما افتكرش. اتفضل سموك. بتشتغل ازاي بقى؟ لو سمحت سموك أعرني انتباهك لبرهة. حضرتك تمسك الذراع وتدفعه إلى الأمام مع ثاني الجزء. قرع سهلة جدا. هتقوم الزنزانة. يا لهو على الحوار. الأصنام ضيعتني يا عم. ما خلاص بقى يا عم خميس وإحنا كنا ناقصينك. ما أنا برضك مش مترجم. لما أنت علاء ولي الدين والمصباح السحري ما تعمل بصباعك كده تخلي العفريت اللي أنت مربيه ده يخرجنا بره. مين ده؟ ده استنى فرجك. سيد امرني يا اسطى. خرجنا من هنا فريره لموظف الشيء. اخرجكم ازاي من هنا يا اسطى؟ الباب مقفول علينا من بره. وبعدين اللي يطلب حاجه يطلبها بالعقل. هو انا ساحر ايش يا اسطى؟ لا ساحر ساحر ايه يا عم. اتفضل اهو كله من ده. اقسم بالله انا لو كنت دعكت المصباح ده طلع لي منه دبدوب كان نفعني عنه. يا عم ده انا اول ما شفته كنت هموت من الرعب. من الرعب من ده؟ ده لما تعرفه كويس هتموت من الضحك. يا حظي الاسود. يعني اليوم اللي اخش فيه الاصنام تصحى عليا؟ لا نصحى ايه ده احنا بنصحى من زمان. انا فاهمك يا خميس. اصل احنا اتقرت علينا زمان تعويذه سحريه في كتاب من ساعتها واحنا بنصحى من 6 بالليل ل 6 الصبح. من اول السنه دي بس بقينا نصحى من 5 بالليل ل 5 الصبح. مش فاهم يعني اشمعنى السنه دي؟ عشان التوقيت الصيفي اتلغى. طيب انا برضك مش مترجم. لما انت اصنام زيهم حابسينك هنا ليه؟ اصل انا حاولت اهرب من المتحف وقفشوني وقوانين المتحف هنا بتمنع اي تمثال يخرج بره. انتوا اصنام زي بعضيكوا اصطفوا. لكن انا ذنبي ايه؟ انا كان نفسي اموت شهيد في الثوره. اموت وانا بنقذ طفل بيغرق. لكن بابا نويل يعدمني؟ مش هموت انا الموته التافهه دي. حقك حقك يا رب. قول له يا سيد. بس انت نورتنا صراحه وربنا. الله يخليك يا ابو السيد. اعمل لك شاي؟ لو شويه شاي صغيرين يبقى حلو. بس السخان بايظ. نجيب لك كنزه. بقول لك يا خميس انا وانت هنعمل صفقه مع بعضينا. ازاي؟ انا هخرجك من هنا
وانت هتخرجني من هنا. طب لما انت تعرف تخرجني ما تخرج نفسك اولى. لا ما نعرف اخرجك بس ما اعرفش اخرج نفسي، وانت تعرف تخرجني بس ما تعرفش تخرج نفسك. مش مترجم. خليك معايا بس وانا حميزك. ماشي بس نقرا فاتحة على الكلام ده عشان ما تجليش مني. ابتدي انت وانا هوصلك. ماشي. فيا سيد انت مش هتقرا معانا ولا ايه؟ انا عفريت لو قريت الفاتحة تحرق. قررنا نحن الملك توت عنخ آمون ملك المتحف والقائد الأعلى للقوات المسلحة ونجم الجيل وعم التماثيل تنفيذ حكم رقم واحد جنايات بإعدام الكابتن الماسل أمامكم أبو تشيرت أصفر لأن الحقيقة مش عارف اسمه، وذلك لانتهاك وحرمات المتحف والتحرش بالمهاتما غاندي. فخامة ملك، من حق محكوم عليهم بالإعدام أن يتمنوا آخر أمنيات. ما تستغباش يا عم محمد، افرض طلب انه يروح. انت يا اخي احمص، انزل يا محمد. مش قادر اشوف، مش قادر اشوف. يلا احنا. انا زهقت من الاعدام. اضربوه بالرصاص. دكتور وضع ثالث. استعد. اضرب. وقف عندك يا تمثال انت وهو. ترابي ايه اللي طلع الواد ده من الزنزانه؟ احمدوا ربنا اني طلعت عشان الحق المصيبه اللي هتعملوها. انتوا عارفين اللي بتعدموه ده يبقى مين؟ مين؟ يبقى تمثال صلاح الدين. صلاح الدين؟ صلاح الدين؟ فكوا بسرعه. ايوه بقى هو ده اللي كنت بحاول افهمه لكم من ساعه ما دخلت المعبد. المتحف. المتحف. أنا صلاح الدين أخو علاء الدين. أخو علاء الدين؟ صلاح الدين الأيوبي. الأرنوبي؟ أنت صلاح الدين الأيوبي. أنا صلاح الدين الأيوبي أخو علاء الدين الأيوبي. خرب بيتك. طبعاً أخويا وحبيبي. ما هو اللي يضحي براسه عشان المتحف ده يعيش لازم يبقى أخويا وحبيبي. الحمد لله على السلامة يا أبو صلاح. أصبط يا ابن الكزمة هتحبسنا. ثانية واحدة، ده لا يمكن يكون صلاح الدين. الحق ليفيكو ايه؟ ما تقوليش يا ليفي. اسمي رأفت، رأفت الهجان. تو ناسين اللي حصل ولا ايه؟ صلاح الدين راسه طارت في المعركة ومن ساعتها هو في الصيانة، وبعدين ده مش شكل صلاح الدين أصلا. ادي قلتها بنفسك، راسه طارت في المعركة، هي دي بقى الراس الجديدة اللي ركبوها له يا عم الصايع. هوبا، حلوة ومنطقية. طب ما دام هو السيد صلاح يا سيد علاء ما سلمش علينا ليه اول ما دخل؟ ولا مش عارفنا؟ ها يا عم رأفت، انت لما بتشتري لمؤاخذه شوز جديده مش بتاخد وقت عشان تطبع على رجلك؟ هي برضك الراس الجديده هتاخد وقت عشان تطبع على جسمه. تطبع ايه وخيبت ايه؟ اذا كان المتكلم مجنون يبقى المصطبح عاقل. انا نصدق كلام واحد زيك ليه؟ صدقوني يا تماثيل انا مش كذاب. صدق بس بقى يا عم بيتهوفن خوتنا. مش لايق اللي انت بتعزفه ده. خش حزيني. انا عارف ان محدش في المتحف بيحبني، كلكوا شايفيني مجرد تمثال نصاب اسطوره كرتون ماليش تاريخ زيكم. بس صدقوني انا مش كذاب. صدقني يا مولانا توت انا مش كذاب. لو مش مصدق عينك صدق قلبك. مولانا توت انا دلوقتي مش بكلم توت الملك، انا بكلم توت التمثال. انا عارف ان جواك تمثال بجد، تمثال هيصدقني. انا مصدقك. ثواني يا سيد توت. يا جدعان حد يربط الواد ده. علمونا في المخابرات. ياه الله يمسيك بالخير يا محسن بيه. كان 14 نوفمبر 54 يوميها كان جايب لي كفر. خلص في علامه في جسم صلاح الدين، هي دي اللي هتقول لنا اذا كان ده صلاح ولا مش صلاح. عشان كده لازم نعمل له كشف علامه. لا ايه اللي دي؟ اذا كان كده اعدموني احسن. ما تخافش خش يا عم الصايع. لف. في ايه يا استاذ علاء؟ لف. ماشي
الحمد لله على السلامة أبو صلاح. قيموا الأفراح احتفالا مع أبو صلاح. صلاح. طب والمرسى ابو العباس لو ما كنت جيت لكنا نزلنا نطمنوا عليك بنفسينا. عيشت يا اسكندر. طب نقللكوا شويه صبيت نحيقولكوا جندوفلي. لا لا ده كده عسل قوي شغل فنادق يعني. طب نجيبوا جمبري خلطه زبادي فواكه. عيشت ابو الكرم. احنا عايزين نعمله الوقت. بس يا عم اسكندر قال لك عيشت انت هتصفحنا اللقمه قبل ما ناكلها. طب بتزعقلي ليه يا علاء؟ ما احنا بنشوف الراجل بنرحب بيه بقى لنا ايام ما شفناهوش. ياما ايه وزفت ايه على دماغك؟ اتكل على الله يا عم بالكومبليزون اللي انت لابسه ده. لا كده كده هنتكلوا على الله. احنا هنروحوا نتفرجوا على ماتش الاتحاد والاهلي. ولا مايكل وبخلي بالك من الفرشه ويا نكسه ابوها يا الولع هو السمك بيلعب. ها خلي بالك عشان اللي بتاكله ده شمع. وانا بقول السمك طعمه متغير كده ليه؟ مش طول يا عم. واللي بتشربه ده سمك. انا عايز اهبق من هنا يا عم. لا تكون يتفكرني علاء الدين الكيوت الامور الحنين بتاع القصص والحواديت. لا صحصح يا نجم ده نصيع من بلدك. مفيش مشايان من هنا غير لما تنفذ اتفاقنا. انا عايز اخرج بره البلد. عايز تخرج بره البلد؟ ايوه بره البلد. مبقتش طايق الخميس. حاسس اني صغير قوي في المتحف. ما هو على يدك كل التماثيل هنا بتعاملني على اني اسطوره ماليش تاريخ زيهم. بالذات اللي اسمه احمد عرابي ده اللي عرفنا بالثوره العربيه اللي هو عملها وهو وائل غنيم اللي قد كده عملها عادي. عشان كده انا عايزك تخرجني بره. بره فين بس يا شبح؟ ديزني لاند. ديزني لاند اللي قدام مدينه الانتاج الاعلامي. دوكا دريم لاند. ديزني لاند اللي في امريكا. امريكا يا صاحبي عيشه تانية. والتمثال هناك بيتعامل على انه تمثال صحيح مش زينا هنا. وليه واحد صاحبي هناك مظبط الدنيا على الاخر. هروح على الشغل على طول. اللهم صل على النبي. بس ثواني يا عم علاء عشان انا مش مترجم اللي انت بتقوله ده خالص. لا مؤاخذه يعني صاحبك ده بني ادم ولا اصنام زيكو؟ لا ده تمثال زينا كان زماننا هنا في المتحف بس ربنا فتحها عليه من واسع. ايوه يا عم علاء يعني انا ايه الصح اللي اعمله معاك عشان تسيبني اهبق من هنا؟ ما انا جاي لك في الكلام. صاحبي اللي هناك ده مفهمني ان انا عشان اسافر له محتاج اخلص ورق كده انا مش عارف اسمه. باسبور وفيزا وكده. ايوه خلصت لي انت بقى الحوار ده ونبقى خلصينا صح. سهله وبسيطه. بس انت بقى تسيبني اخرج من هنا على السخان اوام اظبط لك حوار الباسبور وارجع لك تاني يوم تكون انت جهزت لي 4 صور 6 في 9 خلفيه بيضه. لا يا عم الصايع مفيش بكره. الصوره اهي خدها وهات لي الورق وتعالى بكره. خالص امين يا عم. بس استناني. لو مفكر في خيالك المريض انك هتنيمني وتخرج من هنا تملس ما ترجعش تاني معايا كارت شايلهولك للاخر عشان لو لعبت بديلك. كارت الكره بتاعتك معايا. مسكتني من ايدي اللي بتوجعني. شغل جوه ده يا شبح. لا ده انا صايع قوي. يا لهوي عليك. في موضوع أخير لا يحتمل تأخير. خير. أنا شايف أن بعد عودة صلاح الدين للمتحف بالسلامات يجب أن تقدم عن الحكم تنازلات. هو فتحك في الموضوع ده؟ طلاق 3 ما حصل. الراجل ما تكلمش في حاجة. وبعدين ما تنساش أنك تمثال معمور بالخطأ. يعني المفروض ترجع للإصلاحات. سامحني يا ابني توت عنخ آمون ما كانش شكل أمه كده. وهو محمد علي باشا كان بيتكلم زي شريهان في الفوازير؟ مش وصية الملكة نيفرتيتي الله يرحمها قبل ما تموت إن أنا اللي أحكم المتحف؟ هات الوصية يا ابني. شكرا. يحكم المتحف نجمة شمس مفتاح يعني توت عنخ آمون. ده في حالة عدم وجود نجمة زيرو شباك صلاح الدين الأيوبي. أنا أول مرة أخد بالي من السطر ده. لأنك مش متعلم كويس. سقطت سطر كامل. عموما دي الوصية اللي حضرتك فرحان بيها. نعم. بص وتفضل بقى حضرتك اطلع من دماغي بدل ما أوقفك مكانه هناك وبظهرك. وزا 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 والحلوة وزا 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 والحلوة لك أنا مسا أستا. الثلاثة دي انت انا مش منبه عليك قبل كده ما تقعدش على البساط السحري بتاعي وكمان لابس الكرافته بتاعتي. انا سقعان يا اسطى هموت.
صفي حسابك وخش جوه المصباح، انت مالكش شغل عنه. وربنا الحمد لله. لا يبلع ريقك يا شبح، كله اللي قطع الارزاق مالكش فيه انت. بقول لك ايه، محدش يكلمني في الموضوع ده، انا كده كده كنت ناوي امشي واجيب دادة نيجيرية. ادفع ادفع يا علادن يا عره التماثيل. هتكلم يا اسطى الشبش بترفع. تو اما شفت وشك يا جربوع يا ناقص. في ايه يا جاسمين، ما تصطبحي وتقولي يا صبح. انا يا علادن تفضحني في المتحف كله بعد ما لميتك من الشوارع وعملت منك تمثال مال وهدومه، تعشمني بالجواز وتخلع. يا حرامي الغسيل يا رد السجون. وشوش يا متحف، نطلوا للمصباح ما تسويش شبشب. كلمه الحق ظهرت. ولا انصرف يلا على هناك، وخلي بالك منه، اياك يفلت منك. تعالى سكت تعالى سكت. مو خدت الشريفه انا هرجعك السجن يا هلفوت التاريخ يا عره الاساطير. انت صدقت انك كنت مالك بجد ولا ايه؟ ده ايه ده؟ عفريت انت ولا ثدييات ولا ايه؟ ايدك يا عم، انت هتحلو علينا ولا ايه؟ مش القصد والله يا سيد، بس رمواخزة يعني، انا اول مرة اشوف عفريت عنده ترهلات. من قعدة المصباح ما ناكل احشر واروح مفرشح في المصباح. انا راضي ذمتك، لو واحد زي حالتك طلع له عفريت زي حالاتي يطلب منه كم طلب؟ يعني اللي اعرفه تلاتة. 375 طلب، شاي، قهوة، شيشة، اهرشلي، دلكني، روح اندهلي غندي من على القهوة. اقول لك المفاجأة؟ قول. انا لوني مش ازرق، ده هو اللي دهني. امال انت لونك الاصلي ايه؟ ليلا. ليلا؟ اه. طب وانت ساكت على نفسك ليه يا سيد؟ ما تروح تشتكي للملك. مين؟ الملك توت عنخ ميمون؟ رحت له مره اشتكيت له، ناداه له، اول ما شاف القطر اللعبه اللي جايبه له هوبا صالحه هو وشمطنا انا. وربنا ما عارف اقول لك يا سيد، بس احمد ربك احسن من غيرنا برضك. الحمد لله انا ما قلتش حاجه. الركع البت الغلبانه اللي انت شفتها دي، ام سيد اللي كان بشردح دي، دي بنت اميره، بنت ملوك، بيعها اللي وراها واللي قدامها وضحك عليها وخد فلوسها وعشمها بالجواز وحلق لها. طب معلش يا سيد، يعني سؤال في سرك كده، هو لا مؤاخذه يعني مارس معاها البغبغان؟ مارس معاها ايه؟ مارس معاها البغبغان يا جدع، اكلها العجوه يعني. اه لا لا لا، دي ما يتمارسش معاها حاجه، اصلها نص 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 يعني؟ لا نص بس. عليا الطلاق لمبيتك النهارده في الصندوق عشان تتربي. تعالي لي. ليه يا نقى؟ بلاش الصندوق والنبي بلاش. اكتمي بقى عشان انا شكلي اديتك زياده عن حجمك. بتروح نص بجد ده سيد؟ ضحكتش انا عليك؟ والنبي يا لقى بلاش الصندوق. ايه اللي الصندوق؟ دلوقتي بقت لقى. ها؟ ردعوني علي. يلا يا سادة نوم يا نوم. ام كلثوم قفل التخت. يلا يا باشا عشان تنام. ثواني اخطف العشاء، انا متوضي. ابقى صليه بكره قضى. تصبح على خير يا باشا. طفي النور. اثبت يا سيد يا زفت. يلا يا خميس، بص بقى، عايزك تثبت هنا جنبي، واول ما التماثيل كلها تثبت تطير على بره وتجيلي بكره بالورق. امين؟ امين يا شبح. يلا يا معلم، عايزك بقى تاخد وضع تمثال صلاح الدين. اللي انت عامله ده تمثال فيفي عبده. خميس، مش محتاج افكرك، الكوره بتاعتك معاك. تصبح على خير يا صاحبي. يا ياسر يا جمجمة ملح وفلفل. الو، ازي حضرتك؟
اهلا يا شيف شربيني. مساء طيبه. وانت طيب حمد لله على السلامه. والله انا كان عندي سؤال صغير كده. تحت امرك. هي كبده الفراخ وكبده الضاني او البتلو مهما نقعتها في الخل والليمون برضو بتطلع زفره. انا غلبت مش عارف اعمل ايه. هو الكبده دواها خل وليمون وثوم وكمون. خل وليمون وثوم وكمون هتطلع بيضه مش هتطلع زفره. خل وليمون وايه؟ وكمون يا خالتي. صح. والله الواحد دماغه ما بقت فيه. برافو. برافو عليك يا صلاح. خميس. خدامك خميس كاكا. ما انا عارفه. هم قالوا لي وحكوا لي عن اللي حصل لك في المتحف. المتحف اه. لا لا هو على الحوار. بس انا لا مؤاخذه يعني مش مترجم انا مخطوف هنا ليه؟ هو انت أصنام برضك؟ بس أنا ما أحبش حد يقطعنا إحنا بنتكلم في الشغل. بص يا روح خالتك أنا مش أصنام. أنا ليا أمانة عند الأصنام من زمان خالص وعايزاك تخش تجيبها لي يا صلاح. خميس يا خالتي. خميس يا خالتي. خميس يا خالتي. اخرس خالص يا شلبي أنا عارفة. بص يا حبيبي أنا عايزاك تخش المتحف على اساس ان انت صلاح وتجيب لي اللي انا عايزاه. لا اخش فين بس بشويش يا خالتي، اصل انا لا مؤاخذه يعني اول ما شفت هيئتك فكرت ان انا مخطوف في قناه فتافيت، فقلت اخرك اخرك يعني هتطلبي مني اغير انبوبه، ابشر لك بصله، اشهقلك في الملوخيه، لكن اخش المكان التاني ده بكيفي مش هيحصل. بوش يا خالتي. هتخش هتخش ورجلك فوق رقبتك. اه لا ابلعي ريقك بقى ووطي اللمبه يا خالتي عشان واضح انك مش مترجمه الشخص اللي قدامك كويس. الواد ده خدت قوي يا رياسة، ما تيجي نخلص عليه. مش انا قلت محدش يقاطعني وانا بتكلم في الشغل. هات البوك يا خميس. اللي هناك ده؟ ايوه. لا ما تجيبش بوك. اوعى يا عم. بوك لا يا رياسة، يا رياسة ده عندي عيال. البوك لا. هات. البوك لا حرام عليك، اخر فرصة. اديني فرصة واحدة. لا يا رياسة والنبي، ده انا عندي عيال. ما انت اللي زعلتني، وانت عارف ان زعل الام وحش. ليه كده يا رياسة؟ ده طول عمر الراجل بتاعي. يبقى هات لي مقبره تانيه احسن، المقبره دي اتزفرت من عينيا الجوز يا رياسه. ايه رايك؟ فين؟ تحب رجلك فوق رقبتك ولا رقبتك لوحدها؟ امورين يا خالتي. انا عايزاك تجيب لي مجموعه برديات، ورق برد كده متجمع زي ما تقول في كتاب، والكتاب جوه المتحف. الكتاب ده كان بتاعي ايام انا ما كنت مديره المتحف، والتماثيل سرقوه ومش راضين يرجعوه، وانا عايزك تعرف بقى مكانه وتجيبهولي. وبما ان انت يعني دلوقتي صلاح الدين تقدر تعرف مكانه بسهوله، ومعاك الواد اللي اسمه علاء الدين ده، ده نصاب ويبيع ابوه. طب لا مؤاخذه يا خالتي يعني في السؤال، لو حصل لا قدر الله وما توفقتش، طب مش كنت تقول لي قبل ما يقفلوا الحفره؟ يا عز يا صاق خلوا الحفره. لا 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 اقفلوا الحفره، اقفلوها. انا مش عارف ليه حاسس ان ربنا هيوفقني وهلاقي لك الكتاب. ايوه كده، وبالمره تسدد وصولات الامان اللي على ابوك. انت مش عايز تساعده؟ يا ريت يا خالتي، ده مهما كان برضك ابويا الوحيد. خد دول حل بيهم بقك، والباقي لما تجيب لي الكتاب. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ لا مؤاخذه يا خالتي يعني في السؤال، انا لحد دلوقتي ما اعرفش انت مين. انا ماما يالا. ايه اللي انت لابسه ده؟ لا اصل انا اشتركت في مسرح الجامعه فادوني دور صلاح الدين، فقلت اتفرج على الفيلم عشان اعرف البس الشخصيه كويس. لا باين انك لابسها. عايز تلبس شخصيه صلاح الدين وانت بتتفرج على فيلم واسلمه؟ الا صحيح، هو مين فيهم صلاح الدين؟ كوتوز ولا بيبرس؟ لا جهاد. جهاد انت اهبل يالا، فيلم واسلمه ما فيهوش صلاح الدين من اصله. احلف وانا عمال اقول فين عيسى العواد وفين رامز قلب الاسد. يا خيبه السودا في خلفيه الهباب، انا نازل اصلي المغرب، عايز حاجه؟ لا تسلم يا حاج. بقول لك يابا خد، كنت عايزك في حوار. خد. اه ايه خد يالا؟ خد انت تعال. مصيبه ايه اللي انت جايبها المره دي؟ لا المره دي انا مش جاي لك في مصيبه يابا، المره دي انا جاي اثبت لك ان ابنك راجل. لا راجل بصحيح. امسك. ايه دول؟ دول 10,000 جنيه، بكره هجيب لك الباقي تديهم لخالد بوجي وتاخد كمبيالاتك، وساعتها بقى محدش هيعرف يرفع عينه في عينك. يا
ما شاء الله، والله جه اليوم اللي تقف فيه جنب ابوك. كبرت يالا عشان تعرف بس يا حاج انك كنت ظالمني. ظلمك ظلمك فلوس جايبها منين يا حرامي يا ابن الكلب؟ طب اعمل ايه عشان ما تضربنيش؟ اعمل ايه؟ على اخر الزمن عايزني امد ايدي على فلوس حرام؟ لا ما تمدش ايدك على فلوس حرام ومد ايدك على ابنك. يعني يا رب لو كنت ربيت ذكر بط مش كان احسن لي؟ امسك امسك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك برضو. جود مورنينج يا ولاد. جود مورنينج مستر اينشتاين. برافو عليكم. سيت داون. احنا النهارده جايين هندرس مساله مهمه جدا جدا هتجيلنا في الامتحان بتاع بكره. عندنا 20 برتقانه عاوزين نوزعهم على 4 افراد من اسره واحده. نعمل ايه؟ نقسم ازاي؟ نقسم. برافو عليك. الحاجة دي اللي انت فيها دي. ايوه نقسم. يعني كل واحد هياخد كام من العشرين برتقانة؟ هل كلهم بياكلوا قد بعض؟ دي مسألة. 20 برتقانة على 4 كل واحد ياخد كام؟ اصل مش كل الناس حضرتك بتحب البرتقان. يعني انا مثلا حضرتك باكل موز مثلا، يعني انا في المسألة دي مش هاكل برتقان خالص يعني. وبعدين حضرتك دي يعني نسبة وتناسب، يعني حضرتك بتاع النسبية وفاهم. انا دلوقتي يعني بقيت بتاع برتقان. خمسة. انت حد قالك تتكلم؟ الله، ايش دخلك انت؟ هو كان هيجيبها. ايوه صحيح، انت نسيت نفسك يا ابو كف رقيق وصغير ولا ايه؟ لا يا حبيبي فوق، انا بحكم متحف، انت مربي معزه ها؟ اطلع بره انا هاخد الدرس لوحدي. يلا يلا بتاع رشيد يلا. الشاي والكيك اللي بتحبوهم. ولو عايزين سندوتشات تحت امركم، بس مذاكرات مذاكرات. ها استاذ اينشتاين، طمني على ابني توت، عامل ايه في الدراسه؟ خبيش عليك يا حاج محمد اخويا، انا مقضيها معاه زفلطه ومحلسه عشان هو ملك، وانا جاي هنا عشان اكل لقمه عيش وبس. ما هو بصراحه كده يعني جاي زفت. ليه ابني توت؟ استاذ اينشتاين يشتكي منك في الالجبرا، مستر جوزيه يشتكي منك في الالعاب، حتى استاذ ابن بطوطه يشتكي منك في الجغرافيا. نعم كذاب طبعا. لا يمكن. لا يمكن؟ يعني حضرتك بتكذب واحد ابن ملكة وبتصدق واحد ابن بطوطة؟ عيب توت. مش عيب، ما بيعرفوش يشرحوا. يعني انا هركز معاه ازاي بشعره ده؟ ها؟ ايه؟ مش متعلم ومش واخد الدرس وهروح العب. هات يا ابني العدة. خش عليا بقى ما يهمش منك. خش عليا يا ابني. خش يا ابني. طب وين؟ ليا؟ ليا؟ جرايح حكم. طلع الطرد وكمان اعتراضات. حسبي الله ونعم الوكيل. وديني البيمارستان. كدابه في اصل وشها. ده هي هويده دي اللي كانت عايزه تسرق الكتاب، ولما وقفنا لها طيرت راس صلاح الدين وحرقت نفرتيتي وهربت من المتحف ولبستنا في ابن المحروقه ده. ايوه يعني يطلع بكام الكتاب اللي انتم مشلحين بعضكم عشانه ده؟ مش نظريه بكام يا خميس، نظريه ان الكتاب ده فيه تعويذ لو وقعت في ايد حد ممكن يعمل بيها مصايب. أتفه تعويذة فيهم اللي اتقرت على التماثيل وصحتهم. تخيل بقى بقية التعويذ تعمل ايه؟ ايوة بس انا مؤاخذة برضك، يعني في حوار مش لابس في دماغي. ايه تاني؟ ازاي حوار ما تقدر تقف قدام المتحف ده كله بطولها؟ لا ما هي مش بطولها، معاها تمثال كان معانا هنا في المتحف وهرب معاها، بس دماغه بنت شياطين. ما انا ما كانش في ايدي حل اعمله غير كده. وبعدين الواد كان باين عليه امبهبل وعبيط. عارفه المشكله ايه يا ويده؟ ان احنا وسخنا في واحد ما نعرفوش. وانا يعني هعمل ايه؟ ما احنا بقالنا سنين بنروح المتحف الصبح وبنقلبه وما بنلاقيش اي حاجه. انا ما صدقت ان الاقي واحد يقدر يخش بالليل وهم صاحيين. ماشي هسامحك المره دي، بس خدي بالك ان انا حذرتك قبل كده. وانت بتعملي ايه؟ بنقش. اوكي بعدين حد نفسك كده وكل شيء ان شاء الله هيعدي على خير. يا ريت يا ولده يا ريت. حلم هتلر، حلم هتلر اللي بحلم بيه كل يوم، حلمي كل يوم اني ارجع المتحف وارد الشرف اللي ضاع واخد الكتاب تسبوخ ونبدا هويده في خطتنا الكبيره. بصي بخين فار. يعني هيبقى عليكي الحلاوة يا ويدا.
بقول لك يا صاحبي، انت لو جليت مني مش عارف اقضي المصلحه دي من غيرك. ما ينفعش يا عم خميس اللي انت بتقوله ده، انت ما تعرفش قيمه الكتاب ده. الكتاب ده لو اتحرق او جرى له حاجه هنرجع تماثيل تاني ما بنصحاش. يعني من الاخر الكتاب ده عند التماثيل يساوي حياتهم. طب وعندك انت يساوي ايه؟ انا برضك تمثال زيهم يا عم خميس، يعني اللي هيصيبهم هيصيبني. ايوه تمثال، بس تمثال عايز يسافر بره، والسفر بره ده يلزمه مصاريف. المصاريف دي بقى هتديها لنا هويده لما ننجز المصلحه. ها قلت ايه؟ نشبط السن. سبحان الله. ايه خير؟ ده الواد صاحبي بتاع امريكا اللي كلمتك عنه، ميكي. شفت؟ علامه من عند ربنا. ميكي مين؟ ميكي صاحبي، ميكي ماوس. ميكي ماوس؟ ميكي ماوس؟ ميكي ماوس اللي ودانه كبيرة ده. ميكي اللي واخد ميمي؟ اللي واخد ميمي. استنى رد عليه. يا مي. ايه يا علو عامل ايه يا صاحبي؟ كل يا صاحبي، انت ايه الدنيا عندك؟ ايه التليفون يا عم؟ انت مش قلت انا جاي؟ اسكت يا ميكي، مش وانا بهرب من المتحف قفشوني كانوا عايزين يحطوا عليا؟ ياه اقسم بالله زي ما بقول لك، بس ايه نيمتهم لك في الحلاوة. عيب عليك يا ميكي، ده نصيع من بلدك. هو ده ابو علاء. بس انجز بقى يا عم، الدنيا هنا ماشيه حلاوه، فلوس بالدولار ونسوان ملهاش اخر. وانا اروح بعيد ليه؟ انا قاعده جنبي بنت طالقه اسمها مارجريتا، وريتها صورتك هتموت عليك. هصورها لك انا بقى وابعتها لك على الواتساب. ماشي يا ميكي انا جاي، اديني يومين كده اظبط الاداء وابقى عندك. صح كده. استنى يا ميكي، في واحد حبيبي انا عايز يسلم عليك. يقولي معايا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ انا اسمي خميس نجم ومن اشد المعجبين بحضرتك، خصوصا يعني لغز ميكي. ربنا يكرمك يا حبيبي، ده انت الحد جميل. لا والله يا نجم، يعني من غير مجامله، حضرتك واستاذ بطوط واستاذ محمد هنيدي اكتر ثلاثه بيضحكوني. ماشي يا حبيبي، استاذنك بس عشان بتكلم دولي بقى هقفل. في سلامه الله يا نجم، بس عايزين حاجه على رمضان الجاي بقى، عايزين اعمال جديده كده ما تاخرش علينا يعني. عينينا ليك. ماشي ماشي، في سلامه الله يا نجم. سلام الميمي والعائله بقى. سلام عليكم. سلام. سلام يا نجم. لذيذ بقى في الحقيقه زي ما بيطلع في الكرتون كده. لا ده فقر فقر، عايز اقول لك تقعد معاه ما تبطلش ضحك، ده لما بيسكر بيبقى غبي قوي. يلا ان شاء الله تروح له قريب. متفقين يا صاحبي؟ متفقين يا عم خميس. خلينا نخلع من ام المتحف ده، بس اوعى تكون هويده اشتغلتك. الكتاب ده يساوي ملايين. ملايين؟ لا يبقى ضحكت عليا. بس ملحوقه مسيرك هتقوم تيجي في الهون وادقك. بقول لك ايه، ما تيجي في حموتها كده نطلع نجيب الكتاب ونطلع على هويده. يا عم اهدى، هي هوبا هيصه. الكتاب ده موجود في خزنة في القسم الفرعوني، مفاتيح الخزنة الخاتم اللي في ايد حبيبك. طب واحنا هنقلب التلاجة الايديال دي ازاي؟ ما تقلقش هناخده عند البوب. يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا 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 ليل. آه يا أم حلو، قول بقى. محبة في الوش من غير قلب ما تلزش، ومشيك مع صاحبك على غش ما يلزش، ولقمة من غير شقة ده برضو اللقمة ما تلزش. واحنا سمعنا مثل زي العسل بيقول، الراجل اللي تحكمه الست مشي وما يلم. الله الفل ابو صلاح. يا سلام ابو بقى ملك الجوب. الله الله الله، جرايا يا ابو مارلي ما تهدى امال. ايه ما انت عارف ان ابو صلاح ما بيضربش. عايز تشرب صلاح الدين حشيش يا كافر؟ يا عم ده بوب مارلي، ده انا كان اقصى طموحي احشش مع بهاء سلطان. اركز خلينا نقضي المصلحه. نور الدنيا يا كينج، ما تخش يا رأفت على الباشا، خش. لا معلوم معلوم يا بوب بيحصل. معلش يا بوب انا رحت منكم خالص، انا هطلع اريح حبه فوق. حبه فوق حبه فوق حبه فوق حبه فوق. مش يتحرك الا لما ينزلوا من فوق. خش عليا كده. لا استنى بس رفعت ونبي عشان عم محمد لو شم بقي هيموتني. ريحه بقي سجاير قوي. لا حشيش. طب الحمد لله. خش. ايوه يا جدعان. طب والمرسي ابو العباس القعده دي ما ناقصها الا حاجه طريه. وحاجه طريه ليه يا عم اسكندر؟ ولا يا سيد ما تقوم يلا ترقص للرجاله. انتوا هتسكروا عليا فنديه ولا ايه؟ انا سيد مش هناس. خلاص خلاص معلش اقعد يا شيناس.
منور يا غالي يا ابن الغالية. فكرت هنا بالغالية، احنا اتشلحنا من يوم ما سات نفرتيتي ساحت. نفرتيتي ساحت راحت فترة راحت كل البلد شايفك. هو انت فاكرك بتسلمنا ابو الهول؟ معلش يا ابو الصالح، اللي ما يعرفك يجهلك. ماشي يا عم خالصه، بس خليك فاكرها. 1-0 ابو الهول. خد بس راح فين؟ ده انا داخل على السخان كده اجيب حاجه للملك وخارج على طول. اصلهم شادين عليا محدش يخش والملك مش موجود وانا عبد المأمور. يرضيك اتأذى يا ابو الصلح؟ بقول لك داخل وخارج على طول، محدش هيلحق يشوفني يعني. ما انت برضه ما بتمشيش حالك معايا يا ابو صلاح. الدنيا كلها ماشيه شمال يا ابني، بتدور زق يابا. طب بالمناسبه بقى ابو الهول، كان في سؤال بيراودني منذ الطفوله، هو تركيبتك دي ازاي يعني؟ يعني ازاي وش بني ادم على جسم اسد؟ يعني ابوك مثلا كان اسد وامك بني ادم، ولا ابوك هو اللي بني ادم وامك هي اللي لمؤاخذه؟ لم يا ولا واقفل فمك، تغلط في امك غلط في امك. انا بس بسال عشان كل واحد يعرف مقاسه كام. ومن هنا ورايح يا عم الحلو، في الداخله والخارجه ما تسالنيش عشان ما اجيبش سيره الحاجه. مش وش نزله على جنبه عشان ما يتكسرش. فوق كده يا ملك وركز معانا عشان عايزينك في حوار على السخان. انا فايق، انا تمام. بص يا ملكنا يا عظيم، ابو صلاح لما كان في الصيانه شافهم هناك عاملين تمثال جديد للحاجه نيفرتيتي. ماما؟ ايوه ماما. فاحنا عايزين نعمل ايه بقى؟ هناخد الكتاب نروح نصحي الحاجه ونجيبها تقعد معانا هنا في المتحف. طب ما يلا نعمل كده. طب هات الكتاب عشان نعمل كده. كتاب ايه؟ الكتاب اللي فيه التعويذه اللي بتصحي التماثيل يا ملك. عملت له ايه؟ والله ما كلمته. في ايه يا ملك؟ اقول لكم على حاجه بس احلفوا ما تقولوش لحد. والله حلو. الكتاب اتسرق. زرفنا ابن الورمه. يا خرب بيتك على قديم. زرفنا ابن الورمه. مين اللي سرق الكتاب؟ لا 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 لا، اهدى كده بقى وركز معايا عشان ما افتقكش هنا. مين اللي سرق الكتاب يا ابن الورمه؟ مارلين مونرو. I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you on no one. أمون أنا. And so I'm through with love. خلاويس أفتح على فكرة. خلاويس
قلاويص يا ابن العبيطة. يعني انت كل ده عامل فيها حويط ومنيمنا ان الكتاب معاك وهو اصلا مش معاك. صح. وعامل عليا ملك وحبسني. صح. علي صوتك عشان اسيح لك الوقت كله ان انت اللي ضيعت الكتاب. ابلع رياك بس يا علاء، خلينا نشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. البنت زي ما انا اتصرفت في الكتاب. لا لا ما تقلقش ما تقلقش، هي اصلا مش عارفه ان الكتاب جوه العلبه، لان انا مخبيه في جيب سري جوه العلبه. فبالنسبه لها العلبه ملهاش اي قيمه. اوسخ، ده زمانها رمت العلبه بالكتاب اكيد. طب احنا نوصل لمارلين دي ازاي؟ من فتره كده كان الواد ميكي قال لي انها بقت مطربه مشهوره قوي بره، وعشان ما حدش يعرف انها تمثال غيرت اسمها من مارلين مونرو لنرمين مونرو. ايه؟ نرمين مونرو؟ اه نرمين مونرو، المطربه المشهوره اللي موقفه مصر على رجل تطلع شمعه. تعرف توصل لها؟ تقال يعني سهله وبسيطه. طب حلو قوي، يبقى نطلع نجيب الكتاب. طب هنطلع ازاي وهنقول لهم ايه؟ اكيد مش هنقول لهم ان الكتاب اتسرق. ها انتوا حلفتوا. تماثيلي واهلي وعشيرتي، انا خارج من المتحف وعلى اتم استعداد ان اعرض حياتي للخطر عشان نصحي ماما الملكه نفرتيتي. انا خارج ومعايا الكتاب. رجل البت باينه. انا خارج ومعايا الكتاب. ايوه ابني، بس ده فيه خطورات. دي ماما يا محمد، وصدقوني مش عشان هي ماما، لو مامت اي حد فيكم كانت في الموقف ده كنت هعمل كده برضو. انا مش عايز تسقيف، انا عايز فلوس. احنا خارجين ومش عارفين هنتعرض لايه بره، ده غير ان احنا عايزين هدوم، لان خرجنا كده هنتكشف. خمسه بس يا فنان. اتفضل. كل واحد يقلب نفسه يا جدعان وبلاش ينتن. ها اصل يا اسكندر البس يا بغلاء الحجر. عينيا ست كل. اتفضل. يا سلام احنا هنا عم غاندي يا حلو. ايه ده كله يا بوب؟ ده انت طلعت جدع قوي. دول فيهم 20 ليك، الباقي بقى وانت راجع تعدي على الجياره تجيب لي نص طن بنجس معلاوي. قول له عرانيس ترجع قلنا بألف سلام. ديك
خلاص اتفضلي يا اتفضلي اتفضلي يا خلاص يلا بقى اقفل الباب انا جايه هغير واجي على طول. اهلا 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 توت ادلعي ريقك بس يا شمعه وتعالي هنا هنتكلم. اهلا بمارلين اللي ضحكت علينا كلنا. اخيرا اتقابلنا تاني يا حلوه. وحشتيني قوي 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 قوي. اخرس يا دلتا اطلعي بنت بصندوق المجوهرات اللي قلبتيه من النغة. صندوق يا الدلعادي ما عادش الا انت لا اديني يا كرتون لا تيجي تتكلم معايا انا حوش 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 حوش. انت متاكد علاء ان ده تمثال مارلين؟ ايه مش مش ولا يا اخويا وعهد الله لو شافتك لا تنتحر تاني. لا ما ده اساسا ما كانش تمثال مارلين ده كان تمثال واحد تاني في المتحف وخدت انا والواد ميكي حطينا له باروكه وعملنا تمثال مارلين. امال ده تمثال مين؟ وائل جمعه. علاء لو سمحت انت عارف ان مارلين دي ست الستات فيا ريت ما تتكلمش عليها كده. اخرس يا دي انت بدل ما اوقفك جنبها. اطلع يا بنت بالصندوق بدل اقسم بالله اسيحك هنا واعمل منك دستتين شمع اسبوع. لا يا امور على فكره الجو ده مش هياكل معايا. الصندوق موجود هنا وفي الخزنه اللي في الدولاب وبتتفتح ببصمه الايد. وريني بقى يا عم الامور هتفتحها ازاي. فتحت ولا ايه؟ ايوه ايوه يا عم علاء يا حلو هو ده. هات الصندوق هات الصندوق اطلع كتاب. استنى اهو هات عشان ما يضيعش منك. لا هات انت عشان ما ازعلش منك. روح يا توت ركب لها ايديها وانت تعالى ورايا يا صايع. بس سيبيها بقى خمس دقايق كده تنشف. اسمعني يا توتي كده تسيبهم يعملوا كده فيا كل ده عشان خاطر الصندوق بتاعك؟ والله العظيم بتاعي ده بتاع ماما انت عارفه لو بتاعي ما يغلاش عليكي. وبعدين يا حبيبتي يعني لو لسه زعلانه مني هاتي راسك ابص. لا ده انت كان لازم تروح الصيانه من بدري قوي يعني. خدي ده خليه معاكي كان في انبوبه امير تانية جوه هظبطها لك. ها انت بتخوننا يا شبح لازم يعني تعمل نمره قدام العيل الصغير. انت هتاكلني بالصوت. فين يا اللي اتفقنا عليه؟ موجود ادي الباسبور ودول صرف نفسك بيهم هناك. في ايه؟ في ايه يا عم علاء؟ انت بتساعد علاء يا له بتشتغلني هتبلع ريقك يا عم علاء وتفهمني في ايه؟ يد احنا بنبيع الميت صاحي يا له. ايه دول؟ 2000 جنيه 2000 جنيه وانا مسافر امريكا. اه انا عايز اخضر دولارات. اه لا مؤاخذه يا شبح سقطت انا حوار العمله ده خالص. هات دول الواحد ما يعرفش يسلك معاك. البلا وانت عامل زي الصناعيه ان ما كانش الواحد يقف فوق دماغك تاكله. استنى يا عم معايا الوان كتير تاخد الاورانج اخضر. ادي الاخضر يا عم اعد ولا ايه؟ دي رزمه بنك باستيكا وادي الكتابه خميس تودي له هوايده بس اوعى تغدر بيك. عيب عليك يا شبح ده احنا راضعين زباله. المهم اهب انت من هنا قبل ما العبيط يرجع. ماشي انا سمعت كل حاجه بودني مش دي. انتوا بتضحكوا عليا؟ مفيش ماما؟ وانت عم صلاح مش عم صلاح؟ بعد ما كلنا وثقنا فيك وعملناك كانك واحد مننا؟ وانت علاء انت مش عارف الكتاب ده لو راح لهوايده ممكن تعمل فينا ايه؟ انت مستحيل تكون تمثال. لا انت اكيد بني ادم اكيد بني ادم. يا توت انت فهمت غلط. اسكت اسكت. ايوه اسكت علاء توت عنده حق. انا يمكن مش تمثال زيكم بس والله العظيم الفتره اللي قضيتها معاكم بقيت حاسس ان انا واحد منكم. ارجوك علاء ارجوك يا توت اعتبروا ان ليكوا اخ بني ادم جوا شمعة. بجد يا خميس؟ بجد يا توت انا بقيت اقدس الشمعة لدرجة ان انا في عيد ميلادي اللي جاي مش هطفي شمعة. الله اهو انت كده بالنسبة لي فعلا عم صلاح. وادي امريكا انا هرجع المتحف بالحضن يا توت. بالحضن مش شايفة
فاتت. والنبي يا عم. نعم. اركب من اللي ديزني. لفين؟ ديزني. وريني باسبورك. اه حقك. يا سيدي وانت طيب. هات باسبورك بقى. ما في ايدك اهو يا عم. يا دي انت عبيط ولا مستبح وجاي تطلعهم علينا؟ ايه في ايه يا عم؟ مالك حيلك حيلك يا عم؟ انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ لا مش عارف. على فكره انا صديق شخصي لاحمد باشا عرابي وممكن اتصل لك بيه لو عايز. احمد باشا عرابي بتاع الثوره العربيه؟ ايوه كده. هات ورا. لازم يعني اقول اسمه عشان تظبط؟ طب يلا يا غور من هنا. غور يلا من هنا، جايب لي كارت معاده وعايز تسافر بيه. غور يلا احبسك. كارت معاده؟ اه يا خبيث الكلب والله. طب بص بقى يا خالتي، انا الكتاب ده عرفت قيمته كويس قوي، يعني الاتفاق القديم ده خلاص بوش، احنا نقطه ومن اول السطر. انا عايز 1,000,000 جنيه، يا اما كده يا اما مش هتشوف الكتاب تاني. اه وانا اهبل ولا ايه؟ انا في مكان الدبان لازق ما يعرفش يوصل لي، يعني لا انت ولا اللي قبلك ولا اللي بعدك. وبعدين هتعمل ايه وهتروح فين؟ اديك شفت اللي راح وشمال واديك شفت اللي راح يمين. وبعدين هتعمل ايه وهتروح فين؟ اديك شفت اللي راح وشمال واديك شفت اللي راح يمين. هتختار مين؟ هتختار مين؟ يا سويدة. جاهزة يا سويدة؟ جاهزة. بس بصراحة يا هتلر أنا قلقانة من اللي هنعمله ده. انت مالي ايدك؟ انت جايه دلوقتي حالا تقولي لي قلقانه؟ ما تقلقيش، انت معاكي هتلر اللي باشاره واحده من صباعه قوم الحرب العالميه الثانيه. ما انت تنيلت وخسرتها. عشان كده هقوم الحرب العالميه الثالثه. فولندا فخيم، فولندا فخيم. كلمهم عربي عشان يفهموك. شيلوا البياضات يا اخويا انت وهو. يلا يا هويدا اقري التعويذه. انا الملك مخروق، انا الروح الكامنه في البيضه المقدسه، حكمت العالم بجسدي الذهبي وراس العنقاء. انا اسبح في الاجواء، انا اجعل الثلج ماء والعب مع الاطفال في الفناء. انا من يملك المفتاح وصديق الفلاح في مزارع التفاح وموقظ الأرواح. أقول لك أمرا، استيقظوا يا أشرار التاريخ. يا نهار اسود، يا ترى توت ابني عطشان ولا زمقان؟ يا ترى ايه الحوارات اللي في ايدك دي؟ معرفش، ده الهجان الدهالي قال لي هتعجبك قوي. انت مش بتشايش؟ انا قلت اجرب. شاي توت. توت تشكرات ربي تشكرات. والله بعودة بعودة. الحمد لله على السلامات. الحمد لله على السلامات. يا جاي من السفر وحشاني الابتسامة وشك ولا البقر. الحمد لله على السلامات. مالك توت ابن حزين وهدومك مقطعة وسخين؟ فين علاء وصلاح الدين؟ طلع عثمان وطين. انا بهدلت. قالوا لي انت بتاع شاورما؟ يعني ايه شاورما يا ابو محمد؟
واحدة واحدة توت، واحدة واحدة أفهم حكايات. وعليها وسموها ومرين كسرت مصدر رصيع عشان واحدة واحدة ابني توت مليت وشي تفافات. وعليها وهو خميس وهو صلاح وكذاب توت. إيه اللي حصل؟ مالك حاضر صلاح وعلي الدين خدوا كده وايد ولا وايدة. الحمد لله على السلامة. أهلا بكم يا صفوة أشرار التاريخ. الأول أحب أعرفكم ببعض. هولاكم قائد جيش التتار ريتشارد قلب الأسد، ملك إنجلترا وقائد الحروب الصليبية. نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية. وانت؟ رايا وسكينة. وعملتوا ايه؟ بنعمل كل حاجة مع بعض. كل حاجة كل حاجة؟ حضرتك؟ أبو لهب سيد سادات قريش وكبير الكفار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. هل اتبعت الدين الجديد؟ أحد أحد يا عم. اصمت لاب. أحب أعرفكم أنا بنفسي، أنا أدولف هتلر الزعيم النازي العظيم. أما دي بقى هويدة اللي أنا شخصياً بدين لها بالفضل كله إن هي عرفتني بأشكالكم دي. 5 سنين وهي بتنحت فيكم تمثال تمثال. لما تقطم وسطي. لما ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ ايه السندوتشات؟ مش احنا خارجين؟ خارجين. الفترة اللي احنا متنا فيها التاريخ ذكرنا بأبشع الصفات وسيذكرنا. عارفين ليه؟ لأن الحق مش عليهم، الحق علينا احنا. لأن كل واحد فيكم ما كملش مهمته للآخر، عشان كده كلنا طلعنا خسرانين. بس من دلوقتي سننتصر وسنسعود العالم. ألا ترى أن غزو العالم أمر صعب جدا؟ مفيش حاجة تصعب على الكافر يا عم أبو لهب. أنت مرة أخرى دعه لي فلنربط أطرافه الأربعة ولنجذبها مرة واحدة فتنقطع أوصاله، ثم نأخذ أحشاؤه نقدمها قرابين للآلهة. يا عم ابلع ريقك يا عم وبلاش هكس. عايز أسألك سؤال. سأل يا فتى. أنت مش ملاحظ إن التماثيل كلها صحيت إلا الآلهة بتاعتك يا كافر يهبل؟ سكلتك أمك. سكلتك أمين أمك يا أبو لهب. نعم. سيبك منه مش وقته، إحنا ورانا مهمة أكبر وأعظم. بس قبل ما نبتدي في المهمة أنا عندي طار قديم لازم أصفيه. يلا بينا. هاي هتلر. هاي هتلر. يلا بينا. علاء رأفت، أنت بتعمل إيه هنا؟ فاكر إني هسيبك عشان تسيب المتحف وتسافر؟ تعبش نفسك يا رأفت، أنا مش راجع المتحف. المتحف ده للناس العظيمة اللي خدمت التاريخ زيك. الاساطير مالهمش مكان فيه، مش ده كلامكو؟ هي الناس العظيمه دي كانت هتبقى عظيمه لو هربوا زيك. ارجع ارجع علاء، ارجع لاهلك، ارجع لناسك، ارجع للمتحف يا اخي. ارجع عشان ياسمينه. ياسمينه بتحبك. ياسمينه دي هي اللي بعتني ليك. ده ميكي. ايوه ميكي. حلو يا حبيب قلبي، ركبت ولا لسه؟ لا ما ركبتش ومش هركب يا ميكي. انا مش جاي يا ميكي. يعني ايه مش جاي؟ بعد ما ظبطت لك الدنيا هنا انت بتصغرني ولا ايه يا علاء؟ بصغرك ده يا ميكي؟ وانت من امتى كنت كبير يا ميكي؟ ميكي لا تكون مفكر ايه عشان رحت لي امريكا ولبست لي برنيتا بقيت خواجه. لا صحصح يا ميكي، ده انت فار يلا فار. انت هتخيب يلا ولا ايه؟ طب وربنا لو كنت قدامي دلوقتي اللي كنت ضربك. اضرب مين يا ميكي؟ ده انت كنت هفق المتحف. ده غاندي اللي عنده 90 سنه ضربك. اوعي شكرا يا رأفت.
يلا مستني ايه؟ مفيش وقت، يلا على المتحف. مش هتيجي؟ مش هروح. ايه؟ مش هروح دلوقتي، يعني ورايا حاجات كتير لازم اعملها. يلا يلا ما تضيعش وقت. طبعا ده لو شافنا كنا اتفضحنا. هتوديني على فين؟ عايشك هناك ايه؟ عيشه نغنغه. انا فاتح شركه سياحه هسميها ياسمينة تورز. خلاص يا باشا هنفوت المتحف. خلاص ورابي. هتروح على فين يا باشا؟ عند خالتي في القلعه. من النهارده كل واحد يشوف حاله على الوهات. استنوا، لو حد لازم يخرج من المتحف ده يبقى انا مش انتوا. انا خارج ومش راجع غير والكتاب معايا. انا ما انكرش ان انا تمثال معمول غلط وان انا اللي ضيعت الكتاب، بس ما تدوسوش عليا اكتر من كده. انا برضو تمثال من شمع وسمج، وبحس جه الوقت اللي نعمل فيه حاجه صح، يا اما نفضل طول عمرنا تماثيل الناس بتيجي تتفرج علينا وتمشي. وانت تفتكر ان احنا ممكن نثق في كلام واحد تافه زيك؟ اخرس، اتكلم كويس وانت بتتكلم مع الملك. وما تنساش ان انا حكمت مصر وانا عندي 9 سنين. مش هعرف احكم متحف زي ده. انا خارج والوحدي. صوت ايه ده توت؟ دي بتنطر بره. انا طالع اجيب جاكيت. ها زي ما انت زي سيد. سيد فيلم الكشيك. شيك ايه؟ ويوم سان سمير صبري اللي انت لابسها دي؟ ايه يا اسطى مش في امريكا؟ امال فين برج ايفل؟ مفيش امريكا، احنا لازم نرجع الكتاب زي ما ضيعناه. كتاب ايه وزفت ايه يا اسطى؟ ايه ام الفصلان ده؟ اسمعني يا سيد، قبل اي حاجه انا بعترف اني ظلمتك كتير، وبطلب منك انك تسامحني، وبطلب منك لاول واخر مره يا سيد تتصرف كعفريت. واوعدك ده هيكون اخر طلب اطلبه منك. بس 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 اخر طلب؟ انا سمعت الجمله دي 2000 مره قبل كده. صدقني يا سيد انا اتغيرت. انا عايز اعرف مكان خميس. المتحف بيضيع يا سيد وانا السبب. يعني لو انا قلت لك مكان خميس توعدني ان انت تعتقل وجه الله؟ اوعدك، وكمان هسلمك المصباح ان شاء الله تحرقه. فين؟ روح انت. خميس في الهانجر بتاع هوايدا اللي في المريوطيه، اول يمين بعد اندريا بتاع الكبده. أنا متشكر يا سيد، وأنا عند وعدي. من دلوقتي أنت حر، بس هطلب منك بس يعني تبقى تسأل عليا. عيب يا اسطى، العيشة ما تهونش غير على أولاد الحرام. ما أنا بقول كده بره. جوه المصباح يا كلب. بس أنت قلت جوه. أيوه يا رب ما حد يشوفني وأنا بعمل كده يا رب. يس يس عايز ايه يا بغبغان يا غتت يا ابن اسمك خميس. ايه ده؟ ده مش انت؟ يا خميس مين؟ انت مين؟ تعال لي في الدولاب. في الدولاب ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا عم؟
أنا صلاح الدين الأيوبي، عبد الله وخادم العرب. قعدتوا سنين طويلة مخبيين عني تسبخ الكتاب، وفي الآخر وقع في إيدي برضو. إلهي إيدك تنقطع طرنشات طرنشات. بتقول إيه؟ بقول سلامات 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 يا حبيبنا يا بلديات. شوف سافروا معاك كم واحد إلى آخر الأغنيات. مش وقته، حسابي معاكم بعدين لما أخلص مهمتي، وبعد كده هفضلكم. هويدا يلا يا حياتي. ريا نعم. اديني نضارة الشوف. انا الملك مخروط، انا الروح الكامنة في البيضة المقدسة، انا سيد السادة وامير الامارات، انا املك بركات، انا ملك الحركات. اقول لك امرا فلتختفي الهرم الأكبر. يعني هويدا هي اللي خدت دماغك عشان التماثيل في المتحف ما عرفوش يصلحوك تاني؟ مش بس كده يا خميس، خدت دماغي عشان تزلني وتوريني انها هتعمل اللي في دماغها بالكتاب اللي انا ضحيت بعمري عشانه، ولا انت جيت ضيعته؟ لا بقولك يا باشا، انا مش هلبس الشايب في الاخر. الحوار ده انا اتلطيت فيه بالغلط، حتى المصلحة اللي كانت جالي من وراه بوش جلت مني. انت عارف الكتاب اللي انت بعته ده ممكن يتعامل بيه ايه؟ يتعامل بيه زي ما يتعامل بيه. عايزين تصحوا بيه فرعين، عايزين تصحوا بيه عرايس المولد، عايزين تصحوا بيه بوجي وطمطم، طول ما الحوار ده بره عني انا تمام. السلام عليكم يا عم صلاح. استنى يا خميس، علينا التلفزيون ده شكله فيه حاجه مهمه. وايه اللي ممكن يحصل في الموضوع؟ سياده اللواء، سياده اللواء معلش حضرتك معايا. هو فعلا تم سرقه الهرم الاكبر، واجري العمل على قدم وساق حتى أن نقبض على المتهمين إن شاء الله. لكن أطمن السادة السواح، الهرمين التانيين موجودين، الأوسط والصغير، خفرة ومنقرة، ما تسرقوش لأنهم مربوطين من تحت. لحظة، ألو مين اللي سرقوا الهرم؟ مين؟ هويدا وهتلر؟ تحذر يا ولد. يا فندم في حاجة جديدة حصلت؟ اللي سرقوا الهرم هويدا وهتلر لأنهم طالبين السلطة وبيهددوا، إذا ما خدوش السلطة هيخفوا كل شوية حاجة. شفت؟ أديك اتلطيت أهو، أنت وأهلك وبلدك كلها. وكل ده ليه؟ عشان منفض ومسقع ومترلها. مترلها؟ أنت متأكد أنك صلاح الدين يا باشا؟ أصلك ما تأخذنيش يعني بتتكلم باللغة ودريان خالص، شكلك ابن بلد يعني. يا ابني أنا الفترة اللي قعدتها في القلعة اتعلمت فيها حاجات بعمرك كله. منين بقى من القلعة؟ نواحي سلم الكبش؟ ولا نواحي المسامير بتاعت البيرة؟ أنا القلعة خميس، أنا اللي بنيت القلعة. يعني أنت اللي عملت مسبحة القلعة؟ مسبحة القلعة دي اللي عملها محمد علي الملاكم. عارف يا خميس، أكتر مرة في حياتي أحس فيها أن أنا بجد محتاج جسمي عشان ترجع الكتاب، عشان أقوم أديك بالجزمة يا ابن الكلب. طب اسمع يا خميس، أنا هقولك على نصيحة أنا عملت بيها زمان وطلعت كسبان. تحب تموت بطل ولا تعيش كلب؟ دي عايزة سؤال يا باشا. عايش كلب طبعا. أنا اللي غلطان إن أنا بسأل واحد زيك سؤال زي ده. طب اسمع يا خميس، أنا أجيبها لك من سكتك. فرضا أنت عملت الحوار ده هون ولفق معاك، وبوم فلوس، بوم شهرة، بوم شغطنا نسوان، وطبعا توك شوهات مش هتلاحق عليها، والحلقة بعشرة أخطر، إيش منى الشاذلي على القميص الحديد. بس خلاص يا باشا ما تكملش، أنا اقتنعت. انت اللهم صل على النبي عليك يا باشا، دماغك جامده قوي. هو انا فيا غير دماغي خميس؟ ليش اللغن ليش؟ يا رب يا رب ما يشوفنيش، يا رب يا رب ويا رب تحت يستجدعوا محدش يفتن عليا بقى. توت حبيبي يا شطوره، لما تقرا الوصيه دي هبقى سايحه او مكسوره، وعلى راي المثل خذ شمعه طوق، الدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوق. ولما تيجي هويدا مش هينفع السكوت، المتحف أمانة في رقبتك يا توت. حان وقت الكفاح، حان وقت الكفاح. حاضر يا ماما. قطة بطة تمساح،
يعني لازم انقذ المتحف. لا مؤاخذة انت تقيل قوي يا باشا، هو انا ينفع احطك تحت باطي زي البطيخة؟ بطيخة يا حيوان، إذا كنت انا مش مستحمل ريحتك ولا هنا، عايز تشيلني تحت باطك؟ ياه، واخيرا جه اليوم اللي هخرج فيه من هنا. خميس! مين تاني؟ علاء؟ انت جيت من امريكا امتى؟ علاء الصلاة على النبي يا جدعان وتعالوا خدوني من هنا. ده انا اللي نصبت على تماثيل البلد كلها، يجي عيل مخروق زيك ينصب عليا انا؟ اطلع يا ابني الكتاب بدل، اقسم بالله شقك. الكتاب مع هوايدة خدته هي وشويه تماثيل اشرار وطلعوا على المتحف. هو في تماثيل غيرنا يا ابن القديمه؟ عملتهم هي، عملتهم وقرت عليهم التعويذه. صحي هتلر وابو لهب وهولاكو ودراكولا، اهو ده اللي انا كنت خايف منه. مش مهم يا عم، المهم دلوقتي نلحقها، دي عماله تكفي في معالم البلد وحالفه تغزي العالم. نلحقها ازاي؟ انت بتقول ان معاه كل عربجيه التاريخ، يعني لو رحنا انا وانت لوحدنا المتحف هنتزاف. مش هنروح لوحدنا، احنا هننزل على السبتيه نجيب سيد كونتا وعربي كيتو ونطلع لهناك. هتحارب هتلر وهولاكو بسيد كونتا وعربي كيتو؟ ما ينفعش، لازم حاجه قدها. ولا انت سمعت التعويذه اللي صاحب بيها التماثيل؟ اه سمعتها. قول. فاكرها يعني تشاش؟ انا مخروق. ما انا قلت كده من الاول يا عم. هي اللي قالت انا البيضه. ما انا برضك قلت دي يا عم. دي التعويذه ما تلخبطنيش بقى. انا مخروق في البيضه الملحوسه. تعويذه دي وصفه الشكشوكه يا عم، ما تلخبطنيش بقى، خليني اركز. انا الملك مخروق. انا الملك مخروق، انا الروح الكامنه في البيضه المقدسه، حكمت العالم بجسدي الذهبي والراس العنقر. انا اسبح في الاجواء واجهز للجماعه. طب وصلاح؟ صلاح مين؟ لا كل سنه وانت طيب. يلا يا جحيم انت، عذبه عذبه. سأضربه ضربة قاتلة. لا بس ضربة واحدة لا تكفي، ضربة اثنين ثلاثة عشر خمسين. يقصد جزل يا عم الحاج. ما تخلص يا عم. اسمع انا معاك كبريت، معاك كبريت، هروح على المدفع. دعه لي ثم أسبخه. مفيش فا هوايدا. انا اسف. ولا يهمك يا دناي، تعالى. قوم يا اسكندر، انزل بركبك. ابو لهب نعم. شوف شغلك، انا هشوف التلفزيون اشوف ايه اللي بيحصل في البلد. عم الجحيم انت، انا عايزك تعذبه. عذبه فاذبحه وانفخه واسلخه. استاذ ابو الدهب معلش، ممكن حضرتك تعدمني وتنجز؟ يا اما تجيبني شلته لان انا ركبتي مش قادر. مصر بتتسرق عيني عينك وعلى الهوى ومباشر كمان. ومصر مهددة في أمنها القومي شمالا وجنوبا شرقا وغربا. في مؤامرة على مصر كلها. كيف يمكن أن تستفيد إسرائيل من كل هذه؟ مش معقول الناس دي حتى إيدهم على خدهم كده وسايبين كده العملية كده. لا ده بيخربوا مصر، والله بيخربوا مصر. ليه؟ إيه المعلم؟ ابلع ريقك بس يا كابتن شوبير وأنا هشرح لك. الموضوع اني كنت بلعب ماتش كوره. يتحرى ماتش الكوره؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو يا كابتن، الموضوع ملوش اي علاقه بماتش الكوره. الموضوع كان اسمعني بقى يا كابتن شوبير وما تخنقنيش. انا كورتي نطت جوه المتحف، دخلت اجيبها التماثيل صحت عليا. كوره ايه ونيره ايه واعرف ايه؟ ليه تهون البلد كده ليه؟ على رايك والله يا كابتن، يا ريتني ما دخلت ورا الكوره اصلا. ليه ليه ايه؟ ليه هو ايه اللي ليه يا كابتن؟ ليه؟ لا انت هتزهقنا بقى، انا غلطان اني كلمتك اصلا. استاذ علاء يعني بجد والله انا سعيد بكلام حضرتك. وانا سعيد بيك يا كابتن خالد، وعايز اطمنك ان انا في فكره في دماغي، لو لفقت باذنك يا رب كل حاجه اختفت في البلد هترجع تاني. انا عارف يا استاذ علاء وبشكرك على شعورك الطيب ده، واعتقد ان انت كلماتك دي كانت جوه كل قلب شاب مصري وفتاه مصريه وسيده ورجل وطفل
مصر يا استاذ علاء اغلى من اي حد. ايوه يا كابتن بندق، مصر اغلى من اي حد ومصر اكبر من اي حد. وبمناسبه مصر، عشان انت اللي فتحت السينما، كنت عايز اسالك سؤال دلوقتي. السنه الجايه الدوري هيبقى مجموعتين زي السنه دي ولا هنعمل ايه؟ لان الجمهور بجد زهق. وللمره الثانيه على التوالي بنسال سياده اللواء اللي بيحصل في البلد ده كده كتير، كده كتير قوي. سياده اللواء، هو فعلا تم اختفاء اسدين من الاربع اسود اللي موجودين على كوبري قصر النيل؟ بس الحمد لله الاسدين اللي اختفوا اللي نواحي الاوبرا دول مش مهمين، المهمين قوي اللي ناحيه ميدان التحرير. لان وانت جاي ميدان التحرير هتلاقي الاسدين قاعدين مقمبرين قدامك كده زي الفل. تمشي على الكوبري اعمل نيوتن ايه اللي بيحصل ده؟ هتشوف انت خفيتي الاسدين من ورايا يا ابني يا اخويا، هتتعالى فتش. اربع اسود عايزين ايه تاني؟ مال هيكونوا راحوا فين؟ دول هيخوفونا؟ انا الملك مخروق، انا الروح الكامنه في البيضه المقدسه، اقف على جبل الابديه احمل كيس، انا هو الذي يحب ايزيس ويسكن في رمسيس، اقول لك امرا اطيعوني يا اسود قصر النيل. طيب يلا احنا عشان هدوبك كده عطلنا الناس معانا. السلام عليكم. ما يصحش كده يا ولاد، هتمشوا كده من غير ما حد يوصلكم عصر النيل؟ كاتش اجري. يخرج من هنا هو الأقوى. من بلدك سيد شوفيه. الاسد كان عاملك مفتيه. تعالى لي تعالى اثبت لي هنا جنب الاسد لحد ما اشوف التماثيل اللي بره. لا ثانيه واحده، مين يثبت جنب ايه؟ انت اثبت جنب الاسد. يا اما ما بلاش انا يا استاذ، بلاش انا. طب تعالى لي جوه بس. لا 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 خف شهر. الحمد لله يا رب، الحمد لله.
تعويذات؟ اه لقيت تعويذه بتخسس ودوقت واروح امك. مش هتاخد الكتاب ده غير على رقبتي. رقبتك دي ما تخصنيش. هولاكو! استنى! تفضل. هثبت لهم اني مش كرتون يا سيد. هسجل اسمي في التاريخ زيهم. شفتوا بقى مين اللي ضحك في الاخر؟ انا. هتلر خسر مره ما يخسرش مرتين. او في تزين. هتلر! هحرق الكتاب. خلاص حياتنا كتماثيل ما بقاش ليها اي لازمه. اشوف وشك بخير يا عم محمد. اشوف وشكم كلكم بخير. انا عايزكم احمس فاشل. أخينا! أصل النيل كاتش! اللي راضي النهارده زفت طبعا. اللي اسمه السقا ده يا سيدي منزل فيلمه وصاحب الايراد كله. يا خبر اسود، ده انا كنت جاي اقول لك عايزين نفتح في مارينا. مارينا؟ ما ناكلش هناك خالص. ده انت عندك واحده زي ام كلثوم دي ممله ملل، مش عامله جنيه هنا في المتحف. طب ما نمشيها، نمشيها ونجيبها ونليف اهو بياكل مع الشباب. ماشي اعمل اللي انت عايزه، خليهم يعملوا له تمثال شعر. لا ده هيتعمل له تمثال شعر لان هو معظمه شعر. طب الواد علاء فين؟ انا بعت سيد من الصبح اهو جه. يا سيد جبت علاء من الصيانه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ رحت استلمه من الصيانه قالوا لي الشمع خلص ودي عينه، ولما يجي الشمع الجديد هنعمل لك نسخه لارش. خميس شفت اللي جرالي يا خميس؟ اوعى تسيبني لسيد، ده عينه بتطق شرار وحالف ليحطني في المصباح. ابلع ريقك يا سيد وسيبهولي. مش هيحصل، ده انا ما صدقت وقع في ايدي واللي هيتكلم منكم هسخطه فار زي اللي في ايدي ده. هو انت اللي سخطته؟ لا طبعا انا معرفش اعمل كده، بس خلاص اهو وقع في ايدي.
طب استاذنك بس يا سيد، بعد كده لما تيجي تنف في منديل ابقى ارميه في الارض، مش لازم تحطه في جيبك اللي انا قاعد فيه. ماشي يا سيد؟ استاذ سيد انت صاحبني، مش عايز اسمع حاجتك. يا عم انت قفشت ولا ايه؟ شبيك لبيك، ده انا هعلقك من رجليك بعد ما دهنك بنت. حرام عليك، وحطونا عليك العشره. عفوا، انه زمن سيد الجن. اوقات المحل. ايه ده يا بوب ده؟ الحته دي لايحه خالص وكمان مفيش مسا عليها. بس دخانها نظيف ومش هتلاقي الاسعار دي بره المتحف. اطلع من الباب الوراني عشان عرابي عامل كمين على البوابه. يا عم خليها على الله. انا عايز بانجو؟ ايوه منشطات. طب في الزرقه؟ كل عام وانت طيب يا سعاده البيت، ربنا يخلي لك المدام. ما بلاش شغل الشحاته والتسول دوت. استنى يا فندي، هي وكاله من غير بواب. هي يا ابني انا ما بتفتش. ما بتفتش ليه؟ انا اللي هو ابراهيم عمران. انت عايز تتحبس ولا ايه؟ انا اتحبس؟ ايوه. سيادتك اللي هو ابراهيم عمران بنفسه؟ ايوه. انا اسف جدا يا فندم، ثانيه واحده. افتح لي الزنزانه وسيب لي اسد قصر النيل. يا سلام يا فندم، سيادتك عايز تتفرج على المتحف اكيد. اكيد طبعا. انا هشرف على التور دي بنفسي والله. شوف سبحان الله، كنا هنجيب للاسد حمار، جالنا ابراهيم عمران. اتفضل يا فندم. يا اهلا وسهلا، انت هتنبسط انبساط. ايه رايك في البدله يا عم محمد؟ ما شاء الله، هتاكل منك قطعه. قلبتها من اينشتاين، بس دايك بقى على واحده زي دي سودا مش لاقي خالص. ما قلتليش ليه ابني؟ انا لسه راجع من سيتي ستارز. سيتي ستارز؟ انت بتطلع بره عادي؟ ما تظلمنيش ابني، انا كنت بعمل كاستنج لفيلم تاريخي بس ما فيش نصيب، خدوا صلاح عبد الله. اول مره ابقى فخور بيك يا خميس. شكلك في المؤتمر الصحفي كان ايه؟ واقف مالي هدومك. انما ايه الكلمتين الجامدين اللي انت قلتهم دول؟ امال يابا، ده احنا الاساس والباقي في كياس. انت اللي مؤاخذه يعني ما كنتش قاريني. معلش يا خميس، انا عارف يا ابني ان انا قسيت عليك ياما، بس انت عارف النهارده كان نفسي في ايه؟ كان نفسي اقف قدام الناس دي كلها واقول لهم ان انا ابوك. عارف ليه؟ ليه يا حاج؟ عشان يا ابن الكلب ما جبت ست بكلمة واحدة في المؤتمر، وشاطر بس تشكر في كل الناس. حاضر، هسبب معاك لما نروح البيت. تلحق سطرين لتأجل الفرصة لبعدين، لو عوزت سيرتك تتفلت وتكون مشهور، في دي اللي حواليك خليك وسط الضلمة النور. الأرض مش واقفة وبتدور، وكل واحد فينا ليه دور. وبعدين هتعمل ايه وهتروح فين؟ اديك شفت اللي راح وشمال وشفت اللي راح ويمين، هتختار مين؟